ما تفرخين، اي فرخان، لاباس دانون، صحت لاباس. السلام عليكم البنات والولاد، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير، تنتمنى تكونوا كاملين بخير. المهم البنات، عرفت واش غبرت عليكم هذه سيمانه البنات. سمحوا لي، ماشي بخاطري البنات، كيف عرفتوا اشنو طاري في المغرب؟ الله يحفظنا يحفظكم يا ربي، والله العلي العظيم البنات، الا تنهضر معكم بلا معقول، الدموع راه وصلوا، ما عرفت فين وصلوا ليا دابا. يا عقلي معاكم، عقلي في المغرب والجسد كاين غير فرنسا، عقلي كامل خديتوها البنات، وربي اللي شاهد. اللي مات الله يرحمه يا ربي، الله يرحمه، الله يسمح لينا من هذا الدنيا. هادشي اللي غادي نقول لكم، حتى الكلمات باش نهضر معكم ما بقاوش عندي هاد الكلمات. والله لا، حنا اللي كاينين في برا يعني في اوروبا خايفين كتر من دوك الناس اللي كاينين في المغرب. انا بعدا هكاك باش تنحس، يعني ما قديت ندير حتى حاجه وانا هنايا، باش تشوفي عائلتك اصدقاء ديالك واحباب ديالك وعائلتك كامله كامله في المغرب. واش غادي نقول لكم البنات، ما عرفت كيفاش غادي نعبر لكم هذا الاحساس باش تنحس. ما بقى لي غير بقى نغوت 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 نغوت، هادشي اللي بقى لي غادي ندير. من الحمد لله، والله شدناني اكتئاب، الدار ولات معفونه، الكوزينه الهلا وريكم، ما بقيتش تنطيب، ما بقيتش قاده ندير حتى حاجه. شتي داك الجهد اللي فيا ما بقاش عندي، شتي اليد اللي غادي تهز ديك الحاجه ما بقاتش، بقينا مقابلين غير التلفازه والتليفون، بقينا مقابلين غير الاخبار، هادشي اللي بقينا مقابلين. من الحمد لله، الحمد لله بعضو. يا ربي يا ربي احفظ بلدنا، يا ربي احفظ المغرب ديالنا. والله العلي العظيم فاش تنشوف دوك الناس المغاربه اللي تتجاروا تعاونوا دايرين ليد في ليد، والله العلي العظيم فرحتي ما قداتنيش الفرحه ديالي، تنفرح فاش تنشوف. حتى انا ما كرهتش نكون معاهم، ما كرهتش وحق الله ما كرهتش. من الحمد لله، الحمد لله، والله العلي العظيم انتم الحمد لله. هادشي اللي غادي نقول لكم البنات، والله يا ربي هادشي اللي غادي نقول لكم، الله يحفظ بلادنا. هادشي اللي غادي نقول لكم، وتنشكركم، تنشكركم بزاف تاع الناس دخلوا عندي الانستغرام، بزاف تيسولوا عليا، تنشكركم البنات. كلشي بخير، عائلتي وتحرك عندهم بيان سور، تحرك عندهم من الحمد لله، كلشي بخير وعلى خير، وتنتمنى حتى نتوما تكونوا بخير وعلى خير، واهلكم واحبابكم وصديقاء ديالكم كلشي بخير وعلى خير. هادشي اللي تنتمنى من اعماق قلب ديالي. المهم نبدل الموضوع البنات. المهم صافي، فاش اليوم، اليوم كيف تتعرفوا اليوم السبت، نط الشغليه البنات، صافي ساليت، قلت صافي نخمل داري. مسكينه عمرها ما شتي هاد الحوايج هادو منشورين، هادي واقيلا من نهار الخميس ولا نهار الجمعه، من نهار كان الزنزله هما محطوطين هنايا، ما جمعتهمش البنات، وربي اللي شاهد الا ما جمعتش ما درت حتى حاجه، ما هزيت ما حطيت واحد الحوايج، صلحتهم وقيلا نهار الخميس، والجمعه كان الزنزال، ما جمعت ما درت حتى حاجه. المهم غادي نلصق لكم واحد النص ديال الفيديو اللي كنا، اللي كل ما هنايا فين ساكنه، يعني في هاد البلاصه فين ساكنه، دايرين المغاربه ديما المغاربه، والله العظيم جو سوي فيغ دي تخ ماروكان، والله العظيم انا مفتخره بانني مغربيه وحق الله. الى اش غادي نقول لكم، الحمد لله على كل شيء. المهم وعرضوا علينا، عرضوا على الناس اللي كاينين هنا، فرنسيين مغاربه يعني تونسيين جزائريين، المهم اللي كان باغي يجي يتبرع، اللي قد على شي حاجه يتبرع بها، يتبرع بها بلا ما نسبق الاحداث. المهم غادي نوريكم كلشي البنات هنايا. صافي درت السردين حيت توحشت المغرب، شحال هادي ما طيبت السردين، والله شحال هنا في فرنسا تقريبا واش عامين 3 سنين ولا 4 سنين ما عرفت. المهم درت واحد التخليطه هنايا، القزبور والبصله القاسحه، الثومه العطريه ديالها، الحمض اللي عصرت فيها، المهم وقديتهم وحطيتهم هنايا كيف تتشوفوا يا البنات. وصافي درت الدقيق كيف تتشوفوا هنايا، ولكن بصراحه تقال ما طيبتوش في الدار حيت تخنز الدار كامله، وطيبته في لاطيراس البنات بهاد ديال البانيني، والله اول مره نطيب، جا بنين تبارك الله، وهادي دغيا 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 البنات، وحتى الدار تتبقاش ليكم خانزه،
بريحة الحوت، وتهنيت صافي هادي ديال البانيني ساهله ودغيا دغيا تتوجد. كيف تتشوفوا درت لا بيوري البنات، درت لا سلطه ديال البيطراف ديال الباربا، وهذاك السيل غير راجلي اللي شراه، وهذا هو الغداء ديالي دغيا دغيا. كاين الحامض وكاين الهريسه البنات، الحمد لله. فاش اجتمعنا على هاد الطابله ونشكر ربي فاش تنفيقوا وباقي حنا حيين، والله تنحمدوا وتنشكروا ربي يا البنات. وهنا الراجل المسكين صافي ناض وبغى يحك هذيك المرسيدس اللي شرا ليا. والله العظيم رجعت نقيه البنات، كيف تتشوفوا دابا هنايا النهار الثاني ولات نقيه نقيه بزاف بزاف البنات، كيف تتشوفوا ولات فيها الضو. وهنايا البنات الحمد لله قلنا نبدلوا الجو، قلت الراجل يلا حيت شافني والله العظيم الا وصل ليا العظمه البنات، قلت هنايا نضحكوا واحد شويه ونبدلوا الجو ديال هاد الزلزال الحمد لله. وهنا كيف تتشوفوا البنات هذا الليله البنات فاش مشينا لامام داز، كاينين بزاف تاع الناس هنايا، كاين العمل ديال الكولماغ، كاين القنصله يعني داك الكبير ديال القنصله كاين هنايا، كاين كاع الناس ديال القنصليه كاينين هنايا، كاينين الفرنسيين، كاين المغاربه، كاينين اش غنقول لكم، كاين كلشي، كاين كلشي هنايا البنات الحمد لله. ولكن والله العلي العظيم الناس ظريفين بزاف بزاف البنات. Faites des rentrées s'il vous plaît. Et donc je vous demande s'il vous plaît de laisser vous rappeler. Des milliers de personnes sans abri, en deuil de leurs proches et confrontées à des défis pour reconstruire leur vie. Ce soir, nous nous rassemblons dans un esprit de solidarité, de compassion et d'espoir. Nous sommes ici pour montrer que l'amour et le soutien transcendent les frontières et les distances. Nous sommes ici pour prouver que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut briller. Nous avons l'occasion de faire une réelle différence dans la vie de ceux qui ont tout perdu. Notre objectif ce soir est de recueillir des fonds pour aider à la reconstruction, à la fourniture de soins médicaux, à la distribution de nourriture et d'eau potable et à l'assistance psychologique pour les traumatismes causés par cette catastrophe. Chacun, chacune de vos contributions, aussi petite soit-elle, contribuera à alléger la souffrance de ceux qui en ont le plus besoin. Il n'y a pas de geste trop modeste lorsque chaque geste compte. Votre générosité aujourd'hui fera la différence demain. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes, les organisations et les entreprises qui ont déjà apporté leur soutien. Nous sommes reconnaissants de votre présence ici, cœur de votre portefeuille. Et à faire preuve de générosité, chaque don, aussi petit soit-il, nous rapproche un peu plus de notre objectif. Ensemble, nous pouvons apporter un peu de lumière dans l'obscurité qui s'est abattue sur notre cher pays qui est le Maroc. Alors, mesdames et messieurs, merci de votre présence, de votre compassion et de votre solidarité. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Mesdames et messieurs, je vais être un peu long, avant de poursuivre notre soirée de collecte de fonds et de passer la parole à mes collègues, il est essentiel de reconnaître et de remercier chaleureusement les personnes et les institutions المهم البنات داروا اتاي بالنعناع، يا سلام، وداروا لي سلطه ماروكين باش غادي تشوفوا كلشي قدام عينيكم، واحد الكسكس يا سلام كون لقيتو دابا كون كليتو. المهم يعني تعاوننا، يعني داكشي اللي قدينا عليه راه تعاوننا به كلشينا يا البنات، والحمد لله شتي لا تعاوننا غير واحد شويه بشويه، كل واحد يحط شي حاجه، راه الحمد لله راه ان شاء الله يا ربي داكشي اللي سمعت غادي يديروا ليهم يعاونوهم في البارتمات ولا في الديور ديالهم اللي تهرسوا ان شاء الله يا ربي. تنتمنى من اعماق قلبي كلشي غير يتضامن واحد شويه، كل واحد يحط على داكشي اللي قد عليه جيبه، والحمد لله راه المغرب اليد في اليد، راه دايرين اليد في اليد البنات والقلب معاهم.